في إطار احتفال كلية أصول الدين بتطوان بذكرى المولد النبوي الشريف، وإيمانا منها بضرورة الانخراط في مشروع الإصلاحات العميقة التي يقودها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قصد توطيد الأمن الروحي والفكري في هذا الوطن، أقامت الكلية صبيحة علمية متنوعة الفقرات والمضامين، وافتتحت بكلمات ترحيبية أجمعت على قيمة هذا اللقاء العلمي المتميز وأهميته في تكوين الباحثين والباحثات. تلا ذلك حفل توزيع الجوائز على الطلبة والطالبات المتخرجين من مسلكي الإجازة والماستر، بالإضافة إلى تكريم بعض العلماء والأساتذة العاملين في الحقل المعرفي الجامعي. كما تم بالمناسبة عرض شريط بعنوان كلية أصول الدين في حوار مع الآخر، تضمن تقريرا مصورا عن الزيارة العلمية التي قام بها وفد الكلية إلى جامعة غرناطة وكلية الإلهيات بإسبانيا قصد البحث عن المشترك الإنساني والديني ونشر الفكر الوسطي المعتدل الذي جعلته الكلية من أكد أولوياتها في الداخل والخارج. شهدت كلية أصول الدين في هذا اليوم عرسا علميا واحتفالا بالخريجين من أبنائها في مستوى الماستر، وهذا الملتقى العلمي شمل مجموعة من الأعمال التي دلت كلها على احتفائنا واحتفالنا بالعلم وأبنائه، وأيضا صب في نفخ الروح الخلقية والعلمية في أبناء الخريجين من هذه الكلية من أجل أن يكون هناك تواصل بينهم وبينها وامتداد لما غرسته فيهم من المفاهيم الصحيحة ومن القيم التي ينبغي أن يحملوها وأن يشبعوا بها، قيم الإسلام التي تقوم على أساس الوسطية والاعتدال والتآخي والأمن الروحي والسلم الاجتماعي. وفي من أجل ذلك فقد كانت هناك كلمات كثيرة ودرس افتتاحي يعني يذكرهم بالأسلاف وبأعمال المتقدمين من المغاربة والأندلسيين. كان هناك درس قيم مفيد فيه كثير من المعلومات والفوائد العلمية، جاء مقارنة بين عالمين كبيرين ممن ترجموا لأعلام الأندلس والمغرب، وهما يعني المراكشي وابن رشيد السبتي. وكل ذلك يعني المقصود منه والمراد من هذه الأعمال ومن هذا الملتقى كله هو ربط الصلة بالطلبة عموما وبالخريجين على وجه الخصوص ليحملوا رسالة الباحثين الرشداء الباحثين الأقوياء الأمناء الذين يعترفون بفضل وطنهم عليهم والذين يلتزمون بالمفاهيم الصحيحة السليمة والقيم الراشدة لديننا الحنيف، ويكونون رسلا في كل الأماكن والبقاع التي يحلون بها حتى يعني يستقر الفهم الصحيح لمضامين ديننا وتنتشر هذه المضامين وهذه المفاهيم الصحيحة. وفي إطار انفتاح كلية أصول الدين بتطوان على الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر، وقعت الكلية اتفاقية شراكة وتعاون بينها وبين مجلس الجالية المغربية بالخارج، تهدف هذه الاتفاقية إلى استقبال أبناء الجالية وتكوينهم في العلوم الشرعية وتقريبهم من النموذج المغربي في التدين، وذلك قصد تمكينهم من الاطلاع على حقيقة الإسلام الداعي إلى السلم والتعايش والنابذ لكل صور الغلو والتطرف. ما لا يخفى عليكم أن كلية أصول الدين تقع في الموقع الاستراتيجي، هي بوابة للعبور، ومن هذه المناسبة الكلية وضعت استراتيجية العمل التواصل مع الجالية المغربية للخارج منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وقعت أكثر من اتفاقية مع أكثر من مركز، توج هذا العمل في هذا اليوم لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي مقره بالرباط. هذه الاتفاقية التي تقوم على
جملة من الأهداف والمقاصد والآليات العملية لترجمتها وتفعيلها. لا شك أن أهم هدفين هو أننا نتواصل مع جاليتنا بالخارجي ونمد لهم يد العون والمساعدة ونساعدهم في كل المجالات، في المجالات الدينية والفكرية والثقافية. مما نص عليه في هذه الاتفاقية أننا الكلية تضمن استقبال الطلبة، لأن الكلية ولله الحمد منذ زمن تحتضن عددا كبيرا من الطلبة والطالبات، أيضا طبع ونشر كتب منتقاة من تراثنا المغربي الأصيل بعد ترجمتها إلى النصوص إلى اللغات الأجنبية من اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية وتوزيعها على أبناء الجالية في الخارج. أيضا كذلك أيضا نحن بصدد ترجمة كتيب نتحدث عن الثوابت الوطنية والدينية ببلدنا العزيز إلى أكثر من لغة، يعني فالاتفاقية تقوم على تقديم النموذج المغربي ونشر وإحياء المنتوج المغربي الأصيل. في هذه المناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجالية المغربية اللي هو مجلس استشاري إلى جانب صاحب الجلالة يعني بشؤون الجالية المغربية بالخارج وكلية أصول الدين بتطوان، الهدف منه هو المرافقة الروحية والمرافقة التربوية لجاليتنا بالخارج وخاصة جيل الشباب. كلية أصول الدين أحد يعني الأعمدة والأسس العلمية في بلادنا لما يعني توفرته يعني للثقافة الإسلامية من إنتاجات علمية رائدة توجهنا إليها من أجل مرافقتنا بإنتاج أدوات علمية توضع رهن إشارة شبابنا خاصة المتواجد بالمهجر لما يتعرض له حاليا في هذه الظروف الصعبة، أولا من اتهامات بالإرهاب التي الإسلام منها براء، ولكن أيضا أوروبا أصبحت سوق دينية كبيرة كل يعرض مادته. فنحن لجأنا إلى هذا الصرح العلمي اللي هو كلية أصول الدين من أجل مساعدتنا على عرض يعني المادة الإسلامية المتوافقة مع النموذج المغربي المبني على ثوابته العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني. إذن في هذا الإطار الآن هذه اتفاقية الشراكة التي ستكون إنجاز دراسات خاصة من ناحية تبسيط مضامينها وجعلها في متناول الجميع، استقبال يعني شباب الجالية المغربية المقيمين بأوروبا من أجل تكوينهم في المواد الدينية، أيضا ترجمات كثير من النصوص أو الكتابات المغربية حول النموذج المغربي ونقلها إلى اللغة الإسبانية، نظر للموقع المتميز لكلية أصول الدين في تطوان وقربها من الفضاء الإسباني الذي فيه يعني أكثر من 800 ألف مغربي يعيشون فيه وكثير منهم من الشباب الذين لا يتقنون اللغة العربية. إذن نقل التراث يعني المغربي إلى اللغة الإسبانية وتوسيطها خاصة سيمكننا من المساهمة في تطهير أبناء جاليتنا ولا يمكن أن نتركهم عرضة للتيارات الهدامة ولتجار الموت الذين ينشرون الرعب والكراهية بين الناس. نحن في نموذجنا المغربي مبني على الوسطية والاعتدال واحترام الآخرين. نشر المعرفة الصحيحة بين الشباب وإيقاظ هممهم وربطهم بماضي أسلافهم المباركين من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كلية أصول الدين بتطوان، لذلك اختارت أن تختم هذه الصبيحة المعرفية بدرس علمي افتتاحي لموسمها الجامعي الحالي ألقاه فضيلة العلامة الدكتور محمد بن شريفة، وذلك في موضوع بين ابن عبد الملك المراكشي وابن رشيد السبتي الذاكرة الواعية للمنظومة الفكرية المغربية. طلبة والطالبات في أمس الحاجة إلى المفكرين المبدعين المعلمين المرشدين أمثال العلامة سيدي محمد بن شريفة، وفي حاجة ماسة إلى مثل هذه الدروس العلمية الموجهة التي يعني تقدم نموذجا حيا يعني الإنسان المغربي عن الشخصية المغربية بخصائصها المختلفة المتعددة. الشباب في حمس أمس الحاجة إلى من يوقد فيهم الهمم ويوقف فيهم العزائم ويحيي قلوبهم بالتراث المغربي الأصيل، وقد كان ذلك فعلا. فهذا الدرس القيم يعني استمتعنا به غاية الاستمتاع. ابن عبد الملك كان ناقدا شديد النقد وقوي الملاحظة على ما بعض ما يخالف سواء في الكتابة
أو في الشعر أو في التاريخ أو في ناحية سلوك كذلك بعض سلوك بعض العلماء. ومثله ابن رشيد وقع بينهما خلاف حول شاعر كبير شاعر المغرب وهو ابن المرحل مالك بن المرحل شاعر المغربي في عصره. فلهذا الشاعر قصائد في المدح النبوي الشريف وفي مثال النعل شريفة. مثال النعل هذا يعني نوع باب نظم فيه الشعراء كثيرا حول مثال نعل الرسول عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء مالك بن المرحل الذي له قصائد في هذا المجال. هذه القصائد أتى بها ابن عبد الملك في كتابه الدين والتكملة ولكنه انتقد بعض أبياتها، فما كان من ابن رشيد إلا أن رد عليه هذا الانتقاد وذلك في رحلته المعروفة التي سماها ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهتين الشريفين في الوجهتين الشريفتين مكة وطيبة. في هذه الرحلة تعرض لانتقاد ابن عبد الملك ورد عليه ردا عنيفا، فهذه المشادة أو هذه المآخذ الانتقادية التي كانت بين العالمين هي التي أثرتها في هذا الحديث. هو إذا لقاء علمي متنوع حضره ثلة بخيرة العلماء والعالمات ونخبة من الشباب والشابات قصدت من خلاله كلية أصول الدين تحفيز الطلبة والطالبات على مزيد من التحصيل والاجتهاد حتى يزدادوا تطلعا إلى ضبط العلوم الشرعية التي هم سفراؤها في الداخل والخارج فيخدمون مجتمعهم وأمتهم في القضايا الدينية بمنهج وسطي اعتدالي لا إفراط فيه ولا تفريط.